مشاهدينا مجددا في ملفنا الأول في هذه الحلقة، وبطبيعة الحال سوف يكون استكمالا لما بدأنا به في المقدمة حول موضوع إعلان الحكومة عن إغلاق معبر جابر مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري. ينضم لنا للحديث حول هذا الموضوع دكتور فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور فايز مساء الخير. أهلا حياك الله. أهلا دكتور. قرار الحكومة تأجيل فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، هل هو مرتبط بالتطورات الأمنية في درعا؟ نعم، من المؤكد يعني قبل أن تبدأ الأحداث كان هناك قرار أردني بفتح المعبر. الجميع يعلم بأن معبر جابر نصيب هو يعتبر رئة تتنفس منه الأردن من خلال عبور العديد من سيارات الشحن والبضاعة وغيرها إلى الأردن، أو كمعبر يعتبر ترانزيت يؤدي إلى السعودية بصورة رئيسية ودول بقية دول الخليج. وبالتالي هو رافد للاقتصاد الأردني. أغلق هذا المعبر لمدة 3 سنوات عندما سيطرت بعض الفصائل الإسلامية على الجانب الآخر من الحدود، وبعد معارك هبط التصعيد في المنطقة الجنوبية وعودة الجيش السوري، وكان يعتبر الأخف ضررا من تواجد الميليشيات الشيعية وما شابه ذلك، وباعتباره ممثل للدولة السورية سواء اتفقنا أو اختلفنا مع نهج النظام السوري، وافق الأردن على عودة فتح المعبر. ثم جاءت مشكلة كورونا وإغلاقه، ثم تم فتحه ثم تم إغلاقه، وفي النهاية كانت زيارة الملك إلى أمريكا واجتماعه مع الرئيس بايدن والحديث عن إعادة تأهيل نظام بشار، لأن العالم يطالب بإعادة تأهيله رغم إصرار الجميع. وأنا كشخص أقول أن هذا النظام لا يمكن إعادة تأهيله، من دمر سوريا لا يمكن إعادة تأهيله ولا قبوله، وخاصة بعد نتيجة الانتخابات 95.2 والجميع يجمع على أنها انتخابات غير نزيهة ولا تمثل الواقع. تم فتح المعبر لكن حدث ما حدث في درعا، وبالتالي تم إعادة إغلاقه. هذا هو الجانب الرسمي. نعم. لكن أنا أقول أن هناك كما يوجد وراء الأكمة ما وراءه. الآن درعا فيها وقف إطلاق نار أو هدنة لمدة 48 ساعة من قبل روسيا، طالبت بذلك ريثما يتم الوصول إلى اتفاق وسطي حول تسوية ظروف بعض الأشخاص، تسليم 130 شاب حول مشكلة بالنسبة لتسويب أوضاع بعض الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمة العلم. ولكن ما وراء الأكمة من وجهة نظري أنا كمحلل ومتابع، الفرقة الرابعة هي تحمل اسم الفرقة الرابعة، ولكن قوتها الفاعلة على الأرض هي الميليشيات الإيرانية المحسوبة على إيران، وبالتالي تصبح هذه وتواجد حتى الفرقة الرابعة على الحدود يعتبر يقض مضاجع الأردنيين ويقض مضاجع أنا كأردني، لأنه هذه الفرقة هي موالية لإيران وفيها مجموعة قتالية، هل يعلم الآخرين أم لا يعلموا ما يطلق عليه الحرس القومي العربي. الحرس القومي العربي شباب من نفس المنطقة، ولكنهم قسم منهم تشيع، قسم منهم باع نفسه للشيطان مقابل 100 أو 200 دولار، وبالتالي هذه تعتبر ميليشيات كأنها ظل الميليشيات لحزب الله والميليشيات الإيرانية، وجميعنا يعلم. نعم، ربما دكتور أنني سوف أعاود معك في هذه النقطة تحديدا، التخوفات الأمنية من هذه الميليشيات، ولكن لطالما كان الأردن على تواصل مع الفصائل السورية المعارضة في الجنوب السوري، ما الذي جرى الآن حتى يعني يتم إغلاق الطرق أمام حركة الشاحنات؟ هل اختلفت المعادلة؟ لا، يعني أولا أنت تتحدث عن فصائل، هذا الحديث هذا يعود ل 2013-2014 عندما كان هناك جيش حر، عندما كان هناك فصائل إسلامية معتدلة وغير متطرفة. ولكن في الفترة الأخيرة يعني الثورة السورية، وأنا كان لي حديث مع الكثير من الفضائيات، يعني من مثالب ما جرى الثورة السورية، بدون يعني هي كثورة كعنوان بدون مثالب، كممارسات
أنا أضع 50% من أسباب إخفاق الثورة السورية في تحقيق نتائجها يعود إلى الداخل السوري، إلى من أطلق على نفسه مقاتل في سبيل الثورة أو سياسي في سبيل الثورة. لم يستطيعوا أن يخرجوا قيادات عسكرية، لم يستطيعوا أن يؤسسوا جيش وطني، لم يستطيع السياسي أن يثبت أنه الأنا الشخصية دون الوطن. وأنا قلت أحمل دول الإقليم ودول العالم 50% من سبب فشل الثورة السورية، و50% على المتورطين في الثورة السورية، المشاركين في الثورة السورية. لهذا السبب أنا لا أستطيع، يعني قد لا أتفق مع طرحك أنه كان هناك فصائل، لا، نعم، في فترة الجيش الحر كان المعبر مفتوح. عندما سيطرت الفصائل الإسلامية ومنها المتشدد تم إغلاقه، عندما جاءت الفصائل الشيعية تم إغلاقه، نعم. عندما تسلم الجيش السوري وهو أقلهم ضررا تم فتحه، عندما جاءت كورونا تم إغلاقه. الآن هناك قتال في منطقة درعا، وقود القتال أبناء درعا، وأنا أتحدث كمحافظة ريفها الشرقي وريفها الغربي، والطرف الآخر الجيش السوري بمسميات الفرقة الرابعة والفرقة الخامسة والفرقة التاسعة، ولكن الحقيقة المقاتلين هم إما عناصر حزب الله أو ميليشيات محسوبة على إيران، وأنا أعتبرهم الخطر الداهم على الأمن الوطني. وبالتالي أنا يعني لا أستطيع أن أقول متيقن، ولكن أنا أستطيع يعني قد أكون متفائلا بأن صانع القرار والمهتم بهذا الشأن لديه معلومات أكثر مني حول حجم هذا التواجد وطبيعة هذا التواجد ومرامي هذا التواجد، ويفترض أنه وضع الآلية المثلى لتحجيم هذا الخطر ودرئه عن الأردن. نعم، يعني وبالتالي في حال فتح المعبر وعودته للعمل بشكل كامل وفق ما هو مرسم له، هل يمكن أن تكون هناك تخوفات أمنية؟ حتى المعبر في حال فتحه ليس كل يعني ليس فتح المعبر كله إيجابيات بغض النظر عن الحاجة له. الآن دعنا نربط الأمور. ألم يتم الحديث قبل أشهر عن حبوب المخدرات في السعودية مخبأة بالرمان؟ ألم يتم الحديث عن المخدرات مخبأة بأنواع أخرى من الفواكه؟ ألم تمنع المملكة العربية السعودية دخول الفواكه والخضار اللبنانية والسورية إلى الداخل السوري؟ على شباب حرس الحدود كل أسبوع تقريبا يلقوا القبض أو يصطدموا مع بعض المهربين اللي معهم مخدرات. حتى هذا المعبر في حال فتحه يجب أن تكون آلية التحقق والتفتيش مختلفة عن الماضي، لأنه الآن أنا أتعامل مع وضع ليس فقط ممر ترانزيت والشاحنات يلقى عليها نظر، لا، الآن كل شيء بده يدخل. بالأمس القريب علب رب البندورة كانت محملة بحبوب كبتاغون، بحيث الغطاء السفلي والعلوي على شكل طبقات وأخفي فيه. إذن هناك يعني ليس شخص يقوم بالتهريب، هناك مؤسسات، هناك تجمع قوى، سواء شراكة من خلال التصنيع ومن خلال التعبئة ومن خلال إعادة الإغلاق حتى تستطيع أن تنفذ ما يتم تنفيذه. وبالتالي حتى فتح المعبر إذا ما تم أعيد فتحه، لنترك جانبا، وهذا لا يمكن تجاوزه، لكن لأتركه من أجل النقاش، لنترك جانبا خطورة الفصائل الشيعية والمرتبطة بإيران، أتركها جانبا وفقط أتحدث عن الخطر الداهم على الأردن، خطر المخدرات. لأنه حزب الله الآن موازنته وكل همومه هي عملية الحصول على التمويل في ظل الانهيار الاقتصادي، لأن الأموال المزكاة والمطهرة على رأي حسن نصر الله إيران تعاني. وبالتالي الآن بدأ يتاجر بالمخدرات، وتجارته بالمخدرات أكبر صفقة مخدرات راحت لإيطاليا، مخدراته وصلت إلى أمريكا الجنوبية، فمن باب أولى أن تصل إلى الأردن على بعد مئات الأمتار. نعم، ولكن يعني بطبيعة الحال ربما أنه صانع القرار الرسمي يعني يراقب ذلك ويتابعه ولديه من المعلومات كما ذكرت بهذا الشأن. الآن دكتور، لو سألتك عن ما الذي يجري في درعا، كيف يمكن أن تبدو عليه تطورات الميدانية في قابل الأيام؟ ها
هذا يعتمد يعني اولا درعه تاخذ على اتفاق 2018، واتفاق 2018 هناك ضامنين، والضامنين هم روسيا اولا، امريكا ثانيا، الاردن ثالثا، ومن ضمن الاتفاق ان لا تدخل قوات النظام الى داخل درعا او داخل المدن الرئيسيه في محافظه درعا، ويكتفى بالعناصر التي يتم انتاجها من خلال اللجنه المركزيه وغير ذلك. خلال الفتره الماضيه درعا لها رمزيتها، من درعا انطلقت الثوره، درعا انطلاق الثوره كان بسبب اجاك الدور يا دكتور. درعا في 18 آذار 2011 انطلقت الثوره من المسجد العمري. بالامس عميد في الجيش السوري يقول سندخل ونهدم المسجد العمري. اذا الهدف هو اطفاء شعلة الثورة، تحطيم ايقونة ورمزية الثورة، وانا كتبت عن ذلك. لكن الظاهر، الجزء الظاهر كما يقال، انه لا، هناك شباب لم يتم اجراء مصالحة، هناك اسلحة شخصية، هناك ما غير ذلك. وجرى ما جرى يوم الخميس والاربعاء، شاركت الميليشيات الإيرانية التابعة للفرقة الرابعة، شاركت الفرقة الخامسة، شاركت الفرقة التاسعة، لكن أهل حوران أثبتوا أنهم عائلة واحدة. انطلق شباب أهل حوران، ولا أقول الآن درعا، انطلق شباب أهل حوران من المزيريب غربا حتى أم الميادن والولج شرقا، وبدأوا يهاجموا حواجز النظام، أسروا، استولوا على أسلحة. بعد ذلك عجز النظام عن دخول درع البلد رغم هجومه عليها من ثلاث محاور، من طريق المخيم وطريق السد وغير ذلك. فعندما فشل في تحقيق أهدافه بدأ الآن يعيد الإصغاء إلى الروس، والروس لاحظوا ذلك، ما بدهم يجعلوا من حراك درع الحالي إحياء للبلدات والمحافظات الأخرى والعودة إلى المربع الأول في شهر آذار 2011. فطلبوا من نظام التهدئة، وطلبوا من الشباب ومن اللجنة المركزية التهدئة، وأعطوا مهلة 48 ساعة للتوصل إلى حل وسطي. الحل يتوصل إلى لآتي: تسليم بعض الأسلحة وهي أسلحة شخصية حسب الاتفاق يجب أن لا تسلم. اثنين، تصويب أوضاع بعض الشباب، إنشاء ثلاث نقاط عسكرية داخل درع البلد. وهنا النقطة العسكرية تختلف عن الحاجز. الحاجز أمني يرأس ضابط من المخابرات الجوية. فيما في الحالة الثانية النقطة العسكرية لا، النقطة العسكرية يكون عليها شباب من أهل درعا، يكون أشخاص من أتباع أحمد العودي باللواء الثامن الفرقة 15، ويكون مراقب من قوات النظام. فهذا ما يمكن الاتفاق يعني بتحقيقه أو إجراء بعض التعديلات عليه. طيب دكتور، أخيرا، وفقا لهذه التطورات الميدانية، هل يمكن أن تكون يعني مسألة فتح المعبر بالنسبة لنا مسألة واقعية، طبعا بالنظر إلى هذه التطورات التي لا نعرف ما هو مصيرها مستقبلا؟ هذا من جهة. ثانيا، هل هناك جهات من مصلحتها عرقلة فتح المعبر على اعتبار بأنه لها مصلحة باستمرار حركة النقل من سوريا إلى الخليج عبر العراق؟ يعني الآن فتح المعبر وعدم فتحه لست صاحب القرار، وبالتالي هذا يعود إلى صاحب القرار الذي لديه كم بنك معلومات. هذا البنك المعلومات في أبعاده الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى، تقدم له هذه الرؤى من مستشاريه، وهذا أمر حتمي ومؤكد، وبالتالي يخرج بخلاصة مفاضلة بين فتح المعبر أو إغلاقه. فإذا رجحت كفة الفتح على كفة الإغلاق سيتخذ القرار، ولكن الهاجس الأمني سيكون هو رقم واحد، الهاجس الاقتصادي رقم اثنين، الهاجس الاجتماعي رقم ثلاثة. أوكي؟ الآن هل هناك من يعيد؟ الآن يعني عندما أتحدث عن سوريا يعتبرني البعض أنا متطرف جهة النظام السوري وليقولوا ما يقولوا. أنا أقول لو كنت صانع القرار لن أفتح المعبر، لأنه سلبياته من وجهة نظري كمحلل أكثر من إيجابياته. نعم. دكتور فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. أهلا، حياك.